كنتش عارف ان وجودي ملوش لازمه عندك. مين قال كده؟ ده اللي حصل. تقدري تنكري؟ انكر ونص. يا ريتني كنت اقدر انساك ولا حتى اكرهك. يمكن كنت ارتاح وما احسش بالوجع اللي انا فيه. اللي اتكسر بينا عمره ما هيتصلح يا جمال. ما تضحكش على روحك. لا انا ولا انت هننسى اللي حصل. واللي عمل ابوي هيفضل ذنبي متعلق في رقبتي. مش هقدر انساه ولا هقدر اخليك تسامح فيه. معقوله كل ده في قلبك؟ فيه ايه؟ احنا لسه هنعرف بعض. وبعدين اللي حصل مع ابوك انت مالكيش صالح بيه. دي فض مجالس. انما مع اول مشكله بينا هتعيرني بابوي. وانا مش هستنى لما يجي اليوم ده. طب اسمعي يا ايه، اول حاجه انا مش الشخص اللي يعمل حاجه زي دي وانت عارفاني كويس. تاني حاجه الموضوع بيني وبين ابوك اتقفل وخدت حقي. تالت حاجه ودي الاهم، انا بحبك وماليش في الدنيا غيرك. وهتصالحيني يعني هتصالحيني. عليا النعمه فهيما يجرى فتحته على سلمى غير وانتي معايا. ماليش صالح بيهم. مقطعين على روز بعض هما الاتنين. طب سيبك منهم هما الاتنين. انا يا آية ماليش خاطر عندك؟ اديني وقت اخد ودي مع نفسي. خدي وقتك. وادي قاعده. فكري يوم اتنين شهر كمان. أنا مش متعتع من هنا غير وانتي معايا. هفكر وأشاور أبوي وأخوي الأول. اشترك الآن واحصل على 50% خصم مدى الحياة على اشتراكات بريميوم السنوية والشهرية. استخدم الكود على watchit.com.